تواصل القرية التراثية فتح أبوابها لموسمها السابع على التوالي ضمن مهرجان الموروث الشعبي لتعلن انطلاقة فعاليات حافلة ومليئة بالمسابقات ستدوم لمدة شهرين. هي وجهة سياحية باتت مقصدا للمواطنين والمقيمين والزوار من باقي دول مجلس التعاون الخليجي من عشاق تاريخ الآباء والأجداد وتراثهم الأصيل. تفاصيل مع عادل العنزي. في عادة سنوية وصلت لعامها التاسع على التوالي بنجاح منقطع النظير، يشهد مهرجان الموروث الشعبي افتتاح أنشطته وفعالياته مع وعود بالمزيد من المفاجآت لهذا الموسم. كذا احتفالية فيه وجميع الدول الخليج مشاركين معانا، وكل سنة نتطور من أحسن لأحسن ونكبر. كانت قرية صغيرة، الحين ما شاء الله صارت قد مدينة، الحين صارت وبعد في مشاريع ثانية. آخر شيء سوينا الحين قرية يسمونها الكويت القديمة اللي في كشك مبارك، كل شيء الناحية الثانية كذلك، البحيرة كذلك، سوينا سفينة كبيرة حق القرية كان هالنواقص، وكل سنة قاعد نجدد فيها ونطور فيها. يعني المهرجان ما شاء الله ناجح بكل المقاييس، لأن احنا صار لنا 5 سنين وكل ماله بازدياد ما شاء الله. حضور الناس، كثافة الناس، خاصة أيام العطل الجمعة والسبت والمناسبات، يعني خاصة العوائل ما شاء الله. مثل عندك يوم الجمعة يوم عوائل، في كثافة كبيرة من العوائل تجي أيام هذه. مهرجان الموروث الشعبي وقريته التراثية أصبح وجهة سياحية موسمية مميزة ينتظرها عشاق الأصالة والتاريخ في داخل وخارج الكويت، لما يتميز به عن سواه من حسن تنظيم وتنوع يرضي جميع الطموحات. احنا موجودين في الموروث الشعبي في جناح سلطنة عمان، وحاليا يتواجد لما متواجدين في الجناح يتواجد الحلوى العمانية والعسل العماني الجبلي، وان شاء الله اخواننا يعني العمانيين بيكتملوا على الاسبوع الجاي ان شاء الله بيكتمل الجناح من العادات التراثية. حضور فاق 500,000 زائر في الموسم الماضي يطمح المنظمون لمضاعفته في الموسم الحالي الذي ينتظر الكثير من الأحداث. عادل العنزي لتلفزيون دولة الكويت.